السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وتحية طيبة مني لكم وهذه المتابعة الخاصة لما يدور في ساحة التحرير ومتابعاتنا لزخم ثورة تشرين التي بلغت شهرها السادس مع يعني يوم المرأة العالمي، مناسبة يوم المرأة العالمي وإدامة زخم ثورة تشرين. دعت اللجنة المنظمة لثورة تشرين إلى مشاركة فاعلة للمرأة العراقية رغم كل القمع الذي تمارسه أحزاب السلطة. كل ما يدور في الساحة العراقية من انعكاسات واستمرار زخم الثورة، كل ذلك سنسلط عليه الضوء في هذه المتابعة الخاصة. ضيفنا في الاستوديو سيكون الناشط السياسي العراقي بهجة الكردي ومن ساحة التحرير الناشط علي بكتاش. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد، وهذه المتابعة الخاصة لثورة تشرين وانعكاسات هذه الثورة على الوضع السياسي في العراق ومحاولات قمع هذه الثورة من قبل أحزاب السلطة، وأيضا يوم المرأة العالمي الذي دعت فيه اللجنة المنظمة للتظاهرات تشرين إلى ثورة تشرين إلى إدامة زخم الثورة والمشاركة الفاعلة للمرأة في هذه الثورة. أتوجه بالترحيب لضيفي في الاستوديو الأستاذ بهجت الكردي الناشط السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ بهجت، حياك الله ضيفا في هذه التغطية الخاصة، وأيضا تحية للناشط الذي سينضم معنا بعد قليل العراقي علي بكتاش من ساحة التحرير. أستاذ بهجت، يعني كلنا نتابع ما يدور في الساحة العراقية لثورة تشرين التي الآن دخلت شهرها السادس، وكل أبعاد هذه الثورة من إصرار وثبات للشباب والفتيان في الساحة، طلاب جامعات، فئات مختلفة، وما يقابله من قمع للأحزاب، أحزاب السلطة لمحاولة يعني وعد هذه الثورة، وفشلت كل هذه المحاولات في أن توقف زخم هذه الثورة. بودي أن يعني أسألك، كيف تقرأ آخر الأحداث بالعراق؟ كيف تقيم الوضع الإيراني بالعراق بعد تشكيل حكومة محمد أو فشل تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي رغم كل ما قدم لها وكل ما رصدت له الحكومة وإيران والقوى المتنفذة من دعم، لكنها فشلت بالنهاية؟ أولا أحييك ومنور الرافدين اليوم من زمان ما ملتقين، والرحمة لشهدائنا، الشفاء العاجل لجرحانا، اللهم ارفع هذه الغمة. آمين آمين آمين. وبما أنه عيد المرأة، خلي أحيي بنات الوطن، حقيقة شيء أرفع الرأس، فتحياتي أولا لبنات الوطن اللي رافعات الرايات في هذا العراق الجميل. الشباب اللي صار لأكثر من 5 أشهر في هذه الساحات، الله يكون في عونهم، رفعت رأس. أما في موضوع، وتحية لأخي الضيف اللي علي بكتاش، حياك الله سيدي. أستاذ محمد، كيف يعني نقراها؟ حقيقة كالآتي، هكذا أتصور، أنه هذه المجموعة البائسة اللي دائما أنا أسميهم جماعة تعالوا احتلونا، وصلوا إلى قعر الوادي وعملية الخروج صعبة، لأنه هذا المشروع فشل وفشل ذريع، وكل المؤشرات تقول أنه إذا خلال دورتين للتصويت على مرشح آسف شيعي وما يفوز، معناها أكو شيء كبير، معناها أنه اللي كان يدير هذا العراق، هذا المايسترو يسموه اللي هو قاسم سليماني، مقتل قاسم سليماني هكذا أنا أقراها، أنه كان السبب، أنه غياب
الشخص اللي ما يدير العراق من قم أو طهران، لا موجود ميدانيا في العراق في سوريا يتحرك منذ 2003، فهو كان يدير كل هذه الصراعات، وهو اللي كان يشرف على عملية تشكيل الحكومات، وهو اللي يختار رئيس الوزراء، والكل تسمع وتطيع. الآن الظاهر أنه حتى عملاء إيران لم يعودوا يلتزمون بما تريده إيران، لأنه مع أنه إيران وقفت مع اختيار محمد توفيق علاوي، لكن الظاهر أنه بعد غياب قاسم سليماني وكلت القضية للصدر أن يدير المشروع. ما 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 يعني أنت تريد أن تقول أن المايسترو غاب اللي هو قاسم سليماني بعدما اختفى قاسم سليماني، المايسترو المحرك كل هذه الجوقة غاب، يعني انعكست فوضى غياب قاسم سليماني على الأحزاب. يعني هل أرادت إيران أن يعني تضع مقتدى الصدر هو البديل لقاسم سليماني حتى يعني تعود من جديد تلضم هذه الخيوط وتمسك بالساحة السياسية في العراق؟ واضح بعد مقتل سليماني أغلب هذه القادة السياسيين ذهبوا إلى إيران، والظاهر إيران في محنة. يعني أولا صدمت طائرة الطائرة الأوكرانية في مرحلة ما بعد ضرب القاعدة الأمريكية، بعدين مقتل سليماني، بعدين كورونا، فمصائبها كثيرة، والظاهر ما عندها بديل فعال كقاسم سليماني. هذا كان طباخ يعرف شلون يدير كل السياسيين بكل أطيافهم، وكان هو يعني اللي ينظم عملية تشكيل الحكومات. غياب قاسم سليماني واضح، وهذه يعني أتصورها أنه هزت كيان البيت الشيعي. يعني عندما أحزاب تابعة لإيران في العراق مدعومة منذ 2003، إذا إلى حد التصويت على محمد توفيق علاوي ما قدرت ترتب بيتها، فمعناها الشرخ كبير، وأتصور أنه هذا سيستمر. أستاذ محمد كيف؟ لأنه الآن اللي أيدوا محمد توفيق علاوي وانرفض على محمد توفيق علاوي آسف، الناس اللي يعني أقول الصدر والعامري اللي كان يتوسل في أعضاء البرلمان تعالوا فوتوا، أنتم موجودين بالكافيتيريا، تعالوا بس صوتوا. يعني تصور حتى العدد ما يعني لأقل من 100 شخص، شيل من عندهم 16 من الأطراف السنية، يعني حتى هم من داخل التيار الفتح ويمكن هم حتى من الصدرين ما راحوا، غير أنه المالكي قاطعها وعمار وحزب الفضيلة وباقي الكتل. هل تلمس ساد بهجت، هل تلمس أن هناك حالة تمرد من قبل الأحزاب المدعومة من إيران على القرار الإيراني الآن؟ أي ممكن قروها أنه إيران وضعها متضعضع، وأنه الآن بعض هؤلاء السياسيين إيش يسوون؟ دا يزاودون على التظاهرات، وأنه دا يطالبون أنه مستعدين يدعموها، وأنه سيقفون معاها، وأنه هم صار لكم 17 سنة أنتم تنهبون بالعراق، تسرقون العراق، وصلتوا العراق إلى هذا. يعني واضح أنه الموازنة حسبوها. اليوم الشارع العراقي جذر التظاهرات داخل المجتمع العراقي، يعني بأي وسيلة من الصعوبة بمكان أن يقضون على تظاهرات وعلى انتفاضة تشرين وعلى هاي الروح الموجودة في بنات الوطن وشباب الوطن. واليوم هم القوة الأكبر والأكثر شعبية واللي عدها حاضنة، ومن الصعب بمكان أن يتم تغيير هذا الواقع. نعم. أرحب بالناشط العراقي من ساحة التحرير الأستاذ علي بكتاش. أستاذ علي بكتاش مرحبا بك. السلام ورحمة الله. حياك الله، مرحبا بك. الله محييك. ودي أن تطلعنا على يعني على تفاصيل في ساحة التحرير، لكن بدءا بودي أن أسأل حضرتك أنه اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت المشاركة في تظاهرات يوم يعني في التظاهرات يوم الثائرة العراقية غدا الأحد مناسبة اليوم العالمي للمرأة. لو نبدأ بهذه النقطة، كيف لك أن تقيم مشاركة المرأة في هذه الثورة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي هذه القناة ونحيي جنابكم الكريم
نحن المرأة هي أمنا وزوجتنا وأختنا وبنتنا، متشاركة مع الاحتجاجات السلمية من 11 لهذه الساعة، ومنها من تركب ومنها من تغسل الملابس ومنها تعمل ومنها تنظف ومنها تدير ومنها إرشادات الصحية والطبية وإلى آخره. نعم سيد علي، بدي أن طبعا ممارسات القمع التي مارستها أو منهج القمع الذي اعتمدته أحزاب السلطة تجاه الثورة من اليوم الأول، يعني ظنا منهم أنه ممكن أن يعدوا هذه الثورة، بودي أن أيضا تطلعنا كيف يعني كيف هو إصرار الشباب في ساحة التحرير في الساحات الأخرى، كيف انعكس أو انعكست هذه الممارسات القمعية على معنويات الشباب في الساحة. مع الأسف الشديد نحن خرجنا من 11 لهذه الساعة سلميين، لا نحمل غير العلم والقلم والأوراد، كنا نطالب بحقوق الشعب العراقي، كنا نطالب بالشعب حقوق الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، ومع الأسف الشديد ضغط السلطة وجهت علينا البنادق الصيد والدخانيات، واعتبرتنا نحن ليس أو أبناء هذا الوطن، نحن أولاد هذا الوطن، نريد سلامته، نريد سلامة العراق وسيادته واحترام سيادته من جميع الدول المتجاورة من جميع الأقليم. ومع الأسف الشديد من أتى بهذه الصفقة المزيفة هي أمريكا، جاءت فيها الدبابات الأمريكية وباسم التحرير باسم التحرير، وخدعت الشعب المسكين الذي عانى ما عانى منذ 2003 بهذه الساعة، وهذه الحكومة سرقت كل أموال العراق، لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا تعليم، كل خيراتنا نهبت، وهناك أحزاب وميليشيات تقتل أولادنا هنا وهناك وتتحكم بهذا البلد. من أتى بأمريكا وأزمات أمريكا. نعم سيدنا العزيز، حياك الله سيد علي، سأعود إليك مرة أخرى. أعود إليك سيد بهجت، يعني كيف نفهم انقسام ما يسمى البيت الشيعي في دعم محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة؟ شوف يا سيدي، هذه المجموعات مع أن الآن صارت تزاود على التظاهرات، لكنهم موقفهم هو محاصصاتي. تعرف الوزارات تنباع بالعراق، وهذه الوزارات يمكن أفسد حكومة في تاريخ الأربع حكومات الفاسدة هي الآن حكومة عادل عبد المهدي، وهذه الحكومة بيعت وزارات، فهذه المجموعات تريد بأي وسيلة تكون هي صاحبة القرار في الخيارات الوزارية ويكون حصتها مضمونة. ممكن تزاود أنت تقول أنه مستقلين، لكن لن تتنازل عن حصصها، وحكاها محمد توفيق علاوي نفسه بعد ما فرض عليه عملية سحب التوكيل اللي صار عليه من قبل برهم صالح. الآن هذه الأحزاب والكتل يا سيدي بما أنهم ما تحقق مصالحها فليس من واقع وطني، ما يقفون مع محمد توفيق علاوي، يريدون حقوقهم، يريدون يضمنون مكاسبهم، امتيازاتهم اللي كانت موجودة منذ 2003 إلى اليوم، وهذه ما ممكن بعد أن تكون، لأنه محمد توفيق علاوي من رشحوه قال أنا سأقدم حكومة مستقلة وطنية وأعيد هذا العراق وأسلمه للسيد المهدي. فأنت تخيل هكذا شخص ودكتور ولا زال يفكر بهكذا مشاريع. أنت يا رجل قدمت مشروع بعشر سنوات ما تنفذه، عشر سنوات العراق إذا في وضع طبيعي مو في هذا الوضع، مظاهرات وهناك اعتصامات وهناك حالة نفير من خلال الكورونا ومن خلال الميزانية، وتعرف أنت أسعار النفط دا تنزل بشكل يعني اليوم راح توصل بحدود 50، إذا وصلت إلى حدود 40 و35 أستاذ محمد أموال العراق من النفط ما تكفي رواتب. فعمليا هذه المجموعة واصلة إلى مرحلة لا يمكن أن تخرج بعد، فلهذا صار العملية وين؟ انعكس على الأحزاب الشيعية. هتعرف أنت الأحزاب الشيعية صار لها 17 سنة،
قبل الانتخابات ترتب أمورها، عد ما تخسر قال لك إحنا كتلة أكبر ويتوحدون. الآن بعد ما ممكن أن تكون هذه العملية. نعم. إيران ضعيفة، إيران في نكبة كبيرة، وهذه الأحزاب عرفت أن الشعب العراقي لا يمكن أن يقبل باستمرارها. ليش؟ لأنه طالما عادل عبد المهدي ورطهم وطلع، الآن من الصعب أن ينعاد الموضوع، لأنه أي رئيس وزراء، وهذه رسالة إلى أخواني منتفضي العراق اللي يجب أن يرفعوا المكانس بيد والعلم بيد، يجب أن يحاسب كل من شارك في عمليات القتل المتظاهرين، ويجب أن يحاسب الفاسدين، وهذه المجموعات ما تقبل. نتحدث أيضا عن دور مقتدى الصدر الذي استخدمته إيران على مدى السنوات، أنه كل ما تحصل ثورة أو انتفاضة شعبية يخرج هو مع تياره وجماعته يشارك في هذه الانتفاضة أو الثورة أو التظاهرة، ثم ينسحب ويسحب الجماهير معه إلى بيوتهم. لماذا فشل هذه المرة؟ فشل لأنه عملية وجود بعض فصائل التيار داخل المظاهرات كان يصور أنه ممكن يخترقها من الداخل، ولكن فشل هذا المشروع، وأنه وصلت إلى مرحلة أنهم يساهمون مع السيارات وأهل الكواتم واللي يعني يخترقون الساحات، ويتم عمليات القتل واكتشاف ما يسمى بالقبعات الزرق. وواضح أنه هذا التحرك خلى العراقيين ما يقبلون أحد يركب هاي الثورة الآن، بغض النظر كائن من يكون. وهذا اللي خلى بعض الهتافات بالشارع هي استفزازية للصدر، واستفزازية بقوة. وأكثر من هذا أنه تخبط الصدر، يعني هو دائما إحنا شخصنا أنه سفنجة يمتص لصالح إيران. تذكر يوم اللي أخذ الجماعة وراح دخل بهم المنطقة الخضراء، وصارت الناس تتهافت على السطلة وعلى الصابونة وعلى الطاسة وعلى البطانية. هذه بعد ما تتكرر اليوم الشعب العراقي ما يقبل. يعني بالمناسبة يمكن أقولها، خروج الصدر في إحدى القنوات العراقية يمكن هي اللي خربت مشروع محمد توفيق علاوي. عملية التهديد، عملية الوعيد للبرلمانيين للمتظاهرين راح يخرج مليونية، هذه عملية استفزازية للشعب العراقي. اليوم أنت مواطن حالك حال البقية. بالمناسبة عندما يعني في هذا اللقاء الذي تحدث فيه مقتدى الصدر، وهناك تهديد واضح للشعب العراقي للثائرين بأنه يعود إلى أساليب الخطف والقتل والبطة والسدة، تهديد واضح، الأحزاب أو الحكومة لماذا صمتت تجاه هذا؟ نحن نفهم ربما أنه الأبعاد كيف موقع الصدر بالنسبة للأحزاب وإيران، لكن المجتمع الدولي لماذا صمت ولم يكون له رد فعل تجاه هذه التهديدات الصريحة؟ شوف يا سيدي، المؤامرة كبيرة، والأمم المتحدة مشاركة بهذه الجريمة، وشفناها في تقريرها جنين بلارسهارت. نعم. تقرير بائس بارد لا يمس للصلة بواقع الواقع. يعني حقيقة شيء مؤلم أنه القتل والذبح والاختطاف والكواتم، وتسميها أنه هناك عنف مفرط، وتدعو الأمم المتحدة إلى أنه تدعو الحكومة العراقية إلى التحقيق. أي كلام هذا يا سيدي؟ فهذا اللي خلى ناس مثل اليوم التيار الصدري يتوغل في داخل الشعب العراقي بهذه الطريقة اللي الحقيقة غير مقبولة. وأنا نصيحة من عندي إلى السيد الصدر، الحاشية اليمك أو ما يسميهم بالمستشارين، شلع قلع، لأن ورطوك. الشعب العراقي يقول شلع قلع والقلهاوي يعني. اللي تستشيرهم شلع قلع، هذول لا يلقون أن يكونوا مستشارين. نعم. لأنه الآن يعني مثل ما واحد ضيع سمعته وصيته. نعم. سأعود لك أستاذ بهجت، معذرة. أعود لك أستاذ علي بكتاش في ساحة التحرير، معي أستاذ. نعم. علي، فشل علاوي محمد توفيق علاوي في بتشكيل حكومة واستمرار الصراع بين الأحزاب على المناصب، كيف انعكس هذا الأمر على التظاهرات؟ أستاذ محمد علاوي هو رجل كان بمرحلة وزيرين ونائب
ونحن شروطنا المتظاهرين والمعتصمين بكافة الساحات نريد شخصية لا جدلية لا كانت تعاملة بالحكومة السابقة من 2003 لهذه الساعة، وإحنا مرفوض، وإن شاء الله اليوم إحنا أكثر الحراكات وأكثر الاحتجاجات، إن شاء الله متفقين على شخصية جديدة إن شاء الله غير جدلية، والقاضي سيد حسين الموسوي يعني إذا يداور داور داور اسمه بساحات الاحتجاجات الناصرية والبصرة وكل الاحتجاجات، وعنده برنامج وإن شاء الله سوف يعرض على الساحات وإن شاء الله يوفق بهذا المجال، وإن شاء الله نحن نريد نخرج البلد من هذه الأزمة هنا وهناك، ولا نريد أحزاب، أحزاب الذي سرقت أموال العراق سوف تحاسب، من قتل الشهداء أولادنا، من عندنا جرحى اليوم نحن بيننا وبينهم القانون العراقي والأممي، وهناك مع الأسف الشديد أمريكا هي التي صامتت أمام قتل العراقيين والشباب وتقسيم الدم ودمار البلد والتهجير، هي من أتت بهذا المشروع، وكان هذا المشروع كان ورائه أجندة خارجية إقليمية، ومع كل الأسف وإن شاء الله سوف يعود العراق ويتعافى، نعم العراق لا يموت، العالم المريض سوف يتعافى بشبابنا وأولادنا ونكون جهة واحدة، وإن شاء الله تحت العلم العراقي سادنا العزيز العراق بإمكانيات العراق بولادين العراق، نحن الشباب العراق اليوم المنتفضة تحت العلم العراقي، هذه حقوقنا وليس مطالب سادنا العزيز، ونحن من علمنا العالم القراءة والكتابة، نحن من علمنا أسسنا القوانين حمرابي، نحن من سرنا بالسلام والأمان، نحن بلد أمان وسلام، قال العراق عراق السلام والأمان، أرض الرافدين، نعم وإمكانياته وشبابه بطاقة وبعدنا أموال، وسوف كل من سرق أموالنا سوف نعيدها ونأتي بهم بالمحاكم العراقية والدولية من أي جهة كانت من أعلى سلطة إلى أقل سلطة. نعم سيد علي إذا سمحت لي، الأحزاب تقول أنها اتفقت على شخصية رئيس الوزراء الجديد، ومنها أو في مقدمتها أن يكون له تاريخ سياسي، هل تجهل هذه الأحزاب أنها مرفوضة من الجماهير وأنها لا تمتلك مشروعية الاختيار؟ نعم تسمعني سيد علي؟ نعم 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 نعم. الأحزاب تقول أنها اتفقت على مواصفات رئيس الوزراء الجديد وفي مقدمتها أن يكون له تأريخ سياسي، هذه الأحزاب تجهل أنها لا تمتلك مشروعية اختيار رئيس الوزراء باعتبار أن المتظاهرين رفضوا كل هذه الأحزاب وكل المنظومة السياسية؟ نعم نرفض توشح الحكومة الفاشلة من أي متحزب، عندنا مثل ما عندنا رئاسات جامعات، عندنا ناس مثقفة، عندنا ناس دكاترة، عندنا ناس على مستوى مستقلين، حتى نخرج من عصم الزجاجة من هذا الدمار البلد، اليوم البلد رايح إلى 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 فراغ، السلطة ما موجودة اليوم، لحد هذا اليوم كل شيء ما موجود، لا أمن ولا صناعة ولا زراعة ولا تجارة، حتى هذه الحكومة ضيعت العراق وتبقى تضيع العراق إذا بقت، وإحنا لا نعود إلا بحقوق الشعب العراقي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، نحن الشعب كله متوحد من شماله إلى جنوبه، بس هؤلاء السياسيين هم من أتوا بكذوبة قتلوا العراق وشعب العراق، ونحن إن شاء الله سوف نحاسبهم، أولا الله يحاسبهم وثم التاريخ يلعنهم، وبيننا وبينهم القانون العراقي والدولي، هؤلاء أينما كانوا سوف نأتي بهم إلى المحاكم الشرعية العراقية الوطنية بجميع أطيافها وألوانها، ويبقى العراق للعراقيين مثل ما قلت لك سابقا أخي العزيز، نعم هناك هجمة من الدول الإقليمية لها مصالح لها منافع، فسوف نقطع بها السبل إن شاء الله بإرادة الشعب العراقي بإرادة شبابه بإرادة الناس، اليوم أكثر من 17 سنة الشعب عبالهم ساكت عبالهم لا، اليوم سائر الشعب العراقي بجميع أطيافه وألوانه، ولا نعود ولا مهما يكون، حتى لو كلف هذا ذلك أرواحنا، نعم قطف منا
الناشطين وقتلوا أولادنا وقتلوا أمهاتنا وشيوخنا وناسنا ولا نعود ولا نعود. ونحن الآن في صعب التحرير لا نعود إن شاء الله إلا بحقوق الشعب العراقي بجميع أطيافه وألوانه، ومن أذى العراق وسرق العراق بيننا وبينه القانون الدولي والقانون العراقي إن شاء الله. أستاذنا العزيز سيد علي، بودي أن يعني تبقينا مع يوميات الثورة. الفئة الأكبر التي شاركت وأدامت زخم الثورة هم الطلاب، لا سيما طلاب الجامعات. بودي أن يعني تطلعنا على آخر يعني آخر الفعاليات أو آخر الصورة عن مشاركة هذه الفئة في التظاهرات، يعني دور الطلاب في التظاهرات الآن كيف هو؟ نعم، أشكرك على السؤال الوجيه. الطلاب هم أولاد العراق، هم من سوف يبني العراق، هذه الطبقة المثقفة الواعية الذي وعد على نهب حقوقهم وسرقة أموالهم، وهؤلاء الطلبة سوف هم يبنون العراق المثقفين، وننجو من الفقر وننجو من كل شيء إن شاء الله إن شاء الله تقبل. نعم، هم لهم يد الكبرى في تحرير البلد إن شاء الله من كوادر وعلماء ومثقفين ودكاترة ومهندسين ومحامين بجميع أطيافهم. اليوم أكثر من 40-50 ألف طالب لا يحصل على وظيفة إلا الأحزاب، عندك حزب أو تتبع كذا مبلغ 50 ورقة أو 100 ورقة وتتعين. وهؤلاء الشريحة الطلبة المتفوقين بعلميتهم وخلص شهادة الماجستير والدكتوراه والمحامين والقانون ما يمتلكون أي وظيفة، يأتون بناس متحجبة مع أسف الشديد، وسوف نزيح هؤلاء ونأتي بأولادنا المثقفين بدرجات الاختصاص الحقيقي، كل من الاختصاص اختصاصه، ولا نعود إلا بهذه. ونحن مساندون أولادنا الطلبة أطيافهم وألوانهم. اليوم الجامعات والجامعات والطلبة الطفل اليوم صف أول ابتدائي يطالب بحقوق حقيقية. مدارس ماكو أخي العزيز، مدرسة يداوم بها أربع دوامات، الرحلة بها أكثر من أربع أطفال، الصف ب 50 أو 60 ما ماذا. ومع الأسف هناك ساعة أصبحت جديدة بالعراق كانت ما موجودة، المدارس الأهلية، ونحن نملك المال ولا يبنوا المدارس الحكومية، اتجهوا إلى مدارس أهلية المنتبعة من الأحزاب، منتبعة منها الأحزاب إلى مرة ثلاثة منتبعة من الأحزاب هذه المدارس الأهلية. نعم. ويريدون يعيدون الجهل. معذرة سيد علي بكتاش، معذرة سأعود إليك، معذرة أعود إليك سيد بهجت. يعني من انعكاسات ثورة تشرين هناك تطور غريب، أن الأحزاب السياسية صارت تتحدث بالوطنية، وبعض أعضاء هذه الأحزاب صارت تناصر أو تدعو إلى نصرة المتظاهرين، وبعضهم يدعو إلى تدويل قضية العراق أو إحالة من قاموا بالاعتداء على المتظاهرين إلى محكمة العدل الدولية، وهو مشارك بهذه المنظومة الكارثية، المنظومة الفاسدة. بماذا تفسر ذلك؟ أفسرها أنه هؤلاء الآن حطوا في الميزان. نعم. كفة التظاهرات والمنتفضين أقوى، وإيران في مأزق، والولايات المتحدة في مأزق، فلا أستبعد أن يتفق الأمريكان والإيرانيين على كنس هؤلاء، إزاحتهم لأن صاروا عبء على الطرفين. بعدين هذه اللي أنت تحكم يا سيدي ميليشيات، وهذه الميليشيات يعني تعتبر نفسها مسوية فضل على العراقيين، وأنه حامي أعراضنا، وثبت للعالم اليوم أنه من يقتل أبنائنا هو الطرف الثالث، يعني ميليشيات. أنت من تسمع كلمة طرف الثالث؟ ما حد يقدر يقول الميليشيات، وعلى أساس أنه مجموعات خارجة عن القانون. إحنا وين عايشين؟ يعني أنت رئيس وزراء استقاليت، المفروض الآن ما يصير بعد قتل، من دا يقتل أبنائنا وصلت إلى مرحلة أنه صشم، ووصلت إلى هذه الحالة أنه يعني إيذاء الشباب في أهم مناطق الجسم في الرأس. هذا الاستهداف وهذا العمل وصل رسالة أنه هذه المجموعات البائسة صارت تزاود حتى أكثر من الناشطين.
انه هو مستعد وان هم مستعدين وان هم ما يتنازلون. وانت سمعت محمد علاوي؟ نعم. محمد علاوي يقول انا من اجل الشعب، لانه هناك ضغوط علي. ولا عن اي شعب تتكلم؟ صار لكم 17 سنه تسرقون بهذا الشعب وتذلون هذا الشعب. هذا الدجل علي من يمشي، وهذه الجريمه اللي مستمره الى حد الان. يعني من يحاسب هؤلاء اليوم؟ اخي اليوم بالعراق لا توجد حكومه استاذ محمد، ابدا لا يوجد شيء بالعراق اسمه حكومه. فوضى، عمليات خطف وقتل واختطاف واستهداف وكواتم وعمليه الى مرحله وصلت حتى بالبنات الى نسائنا. يعني اي 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 عار من هذه المجموعات الان الزاود؟ لو عندهم غيره اخي محمد كان المفروض يستقيلون كلهم دفعه واحده ويطلعون الى الى القاضي الى 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 المحكمه والقضاء، وكل واحد يقول انا ايش قد بايق، ينطوا 10% ورجع اموال الشعب العراقي. فيما يخص الانتهاكات والاعتداءات على المتظاهرين والثائرين، مجلس الامن وهناك قوى دوليه دعت عده مرات حكومه بغداد الى اجراء تحقيق بخصوص هذه الاعتداءات وتشكيل لجان والى اخره، لكن لم تشكل لجنه للتحقيق ولم يظهر اي لم تظهر اي نتيجه بخصوص تحديد الجهه التي تقوم بالاعتداء على المتظاهرين. مع ذلك مجلس الامن والقوى الدوليه التي دعت الى ذلك الان صامته. طبعا راح تصمت اخي محمد. من 2003 الى حد اليوم كم جريمه صارت بالعراق، وكم مأساة وكم تفجيرات. تذكر الجمعة الدامية والثلاثاء الدامي وعملية، كل هذه يا سيدي يقول لك نشكل لجان للتحقيق ولا تفتح. اليوم روح اسأل في النزاهة والبرلمان أنه هناك لجان أكثر من 30,000 عملية فساد، وأنه هناك شكلت لجان، وكل هؤلاء اللي يعني تختارهم المرجعيات صار 4 رؤساء وزارات، ولا واحد يفتح مثل هكذا تحقيق ولا يقبل ولا يسمح. والأمم المتحدة مستأنسة على هذا، لأنه مشروعهم هو إعادة العراق إلى العصر الحجري. المشروع بالمنطقة لم ينتهي، مطلوب أن يبقى العراق في هذه الدوامة من الصراع. يعني لولا متظاهرين تاج راسي، لولا هاي الصحوة اللي طلعت الآن داخل المجتمع العراقي من شباب يطلع بتيشيرت ويستقبل الرصاص والغاز وكل أنواع الكواتم وغيرها، لولا هؤلاء الشباب يا سيدي كنت أنا فاقد الأمل. لكن اليوم الحمد لله والشكر أكو صحوة، وأن هذه الصحوة وصلت إلى مرحلة لا تقبل الانسحاب. يعني حتى لو صار شيء داخل الشارع العراقي، لنفرض هذه الزبالات، يعني مع الأسف أقولها، هذه المجموعات البائسة إذا فشلت في تشكيل حكومة، وإذا حاولت مرة ثانية أو ثالثة، وعلى الأرجح أن الشعب العراقي راح يرفض لأنه واضح من داخل العملية السياسية مرفوض، لا تستبعد يفكرون في انقلاب عسكري. هذه المجموعات عندها سلاح ومال وسلطة الآن، وإذا فقدتها تعرف أنه نهايتها سجون ومعتقلات. هذا إذا لم يكن سحل، لأن وراء هاي الجرائم اللي وصلت إلى الصدشم ممكن الشعب العراقي يسحلهم كلهم. فهذه المجموعات ممكن تسوي، يعني إيران ممكن تسوي فد عملية انقلاب مفبرك من جيش. تنقلب على من؟ هي جزء من السلطة في بغداد. إذا أغلقت كل الأبواب أنه لا يمكن تشكيل حكومة من هذه المجموعات البائسة، الشعب العراقي يرفضها. فلا تستبعد أنه هؤلاء ممكن بدعم إيراني يسوون انقلاب مفبرك على أساس أنه الجيش العراقي، إعلان أحكام عرفية، إلغاء الاعتصامات. إذا لم يكن هناك غطاء دولي لهذا الانقلاب، هل ممكن أن ينجح وتسيطر إيران وميليشيات إيران على الدولة؟ ممكن، لأنه بالنهاية الأمريكان والإيرانيين كما قلت وصلوا إلى قناعة أنه هذه المجموعة البائسة لم تعد تخدم مصالحهم. فممكن يضحوا لهم بثلاثين أربعين واحد، روحوا نسوي انقلاب، نجرهم تحقيق، نهدئ الشعب العراقي. وتستمر لحين وتستمر أن تنطلي هذه الخديعة على الشعب العراقي الآن؟ أنا أقول لك الإعلام والوسائل والإمكانيات والقدرات، لأنه الإيرانيين أيسوا من هذه المجموعات. نعم. طيب ودي أن أسألك أيضا أستاذ بهجت، الوباء أو مرض الكورونا، فيروس كورونا الذي يعني ضرب إيران بقوة هناك، يعني أصبح يصيب النخبة، هذه الإصابات التي
وصلت إلى النخبة وإلى قيادات إيرانية، هل ستؤثر على إدارة إيران لملف العراق وأتباعها في المنطقة؟ شوف يا سيدي، الغريب اللي يجب أن يقال، يعني الوباء أين ظهر؟ في الصين، لكن لم يصل الوباء إلى الطبقة والنخبة الحاكمة. أما في إيران اليوم الوباء واصل في داخل كل مرافق الدولة، يعني في النخبة، وهذا مؤشر واحد من اثنين، يا إما أن الوباء صار في كل البلد، يعني منتشر إلى درجة، يا إما أنه هناك من وصلها إلى الطبقة الحاكمة يريد يتخلص من عدها. يعني ممكن فكرة ومنظومة الثورة وتصدير الثورة وإيران الثورة، ممكن هم نفسهم الإيرانيين يريدون يتخلصون من هاي الطبقة ويريدون يطلعون بطبقة ممكن تقول أنه ندور على إيران الدولة، لأنه واضح هذا الانتشار داخل الطبقة السياسية وسكوتهم بسبب الانتخابات، موعدهم انتخابات شالت فسكتوا، وسكوتهم من أجل أن لا تصل إلى الشعب الإيراني أنه هناك مأساة، يعني نفس الكذبة مال الطائرة الأوكرانية ونفس هذا الدجل استمر. لكن اليوم أنا أتصور المطلوب من كل عراقي وكل عربي كان في إيران ولم تعلن إيران عن وجود الوباء، المفروض يطالب إيران بالتعويض، لأنه هذا رايح يزور في مشهد، يزور سيدنا الرضا، يزور قم، وإذا يصطدم بأنه كل العائلة وكل يعني أغلب الشخصيات اللي تجي الآن إلى لبنان والعراق والكويت وإلى الإمارات، وأغلب هؤلاء اللي رايحين زيارات بفيزا رسمية أو بدون فيزا، فهؤلاء كلهم يعودون الآن بهذا الوباء إلى إلى إلى, إلى, إلى أوطانهم. فأنا أتصور والله أعلم أنه موضوع الإيراني يعني تقريبا انتهى، إذا يستمر لا سامح الله، يعني إحنا نتمنى لكل الشعوب الخير، لكنه الله يستر على العراق. لكن ال- 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 التكتيم والتعتيم الإيراني على هذا الوباء كان كارثة، يستحق أنه تعتبر إيران الآن أصبحت مكروهة. أخي محمد اليوم انطيني دولة في المنطقة عندها يعني حب لإيران، يعني تذكر هذا المشروع أنه نقاتل المظلومية وندافع عن السيدة زينب. سأعود إليك سادة بهجت معذرة ونسلط الضوء على هذا الموضوع. أعود إليك سادة علي بكتاج في ساحة تحرير، تسمعني سادة علي؟ يعني معروف الآن ما زالت الأحزاب في السلطة تصم آذانها الحكومة وكل هذه التشكيلة السياسية وتحاول أن تخادع الشعب العراقي وتخادع الثائرين والمنتفضين بخطوات بائسة. يعني برأيي أنت في ساحة التحرير ومطلع بشكل تفصيلي على مجريات الأمور هناك، يعني ما الخطوات الواجب اتباعها على المتظاهرين لمواجهة هذا التجاهل الحكومي؟ أستاذ علي تسمعني؟ نعم. سمعت سؤالي؟ لا والله ما سمعت. يعني على مدى الشهور الست للثورة العراقية، ثورة تشرين، الحكومة، الأحزاب، المنظومة السياسية تتجاهل مطالب الجماهير وتحاول أن تخادع الثائرين والمتظاهرين والشعب العراقي، ما الخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذا التجاهل الحكومي؟ والله التجاهل الحكومي مو مستجيب، لو كان مستجيب من 2017 في هذه الساعة ما وصل الشعب العراقي لهذه الذلة. ومع الأسف أقول ذلة، نعم ذلة، والشعب العراقي وهانه الشعب العراقي هذه الحكومة الفاسدة من 2003 في هذه الساعة، ونحن لا نقتنع بهذه الحكومة ولا نقتنع بممثلينها، لا هي لا من بعيد ولا من قريب، وسوف تكون لنا وقفة إن شاء الله وطنية بجميع أطيافنا وألواننا، ونحرر نحرر العراق من هؤلاء السرقة، سرقة أموال العراق من 2003 لهذه الساعة. كل الشعب متفق على التغيير الجذري وحل البرلمان وحل العملية السياسية، ونأتي بناس وأشخاص وطنيين حقيقيين مهما كلف هذا الزمن، لو كلف أرواحنا بدءا للوطن وتربة الوطن ووحدة العراق، وإن شاء الله لا نعود إلا بحسن العراق.
شكرا لك الناشط العراقي من ساحة التحرير علي بكتاش على هذه المشاركة، شكرا لك. أعود إليك أستاذ بهجت، كنت قبل قليل تحدثت عن موضوع أنه الشعوب المنطقة صارت تكره إيران، أنت تعرف هناك أتباع يعني من منطلق مذهبي عقائدي، هناك أتباع في المنطقة العربية والعالم بشكل عام لدولة ما يسمى الولي الفقيه، هل فقدت إيران الآن هذه القدسية لدى هؤلاء الأتباع؟ بلا أدنى شك، أنت شوف بالعراق صار لنا 18 سنة نظام محاصصاتي تدعم المرجعيات، تدعم إيران وبقوة، حرقت البلد. وهذه عندك لبنان نفس المشروع، 60 سنة الفرنسيين أتوا بمشروع المحاصصة في لبنان، الأمريكان جابوه حولوه على العراق، وهذه المشاريع لن تقيم دول أستاذ محمد، المشروع الطائفي لن يقيم دولة أبدا، وهذه لبنان عندنا. اليوم الشعوب هذه صحت، نضحك عليها، نضحك عليها، روح وزرافات الانتخابات ودورة بعد دورة، ويجيبون حاكم ويختارون رئيس وزراء أفسد من اللي قبله وبدعم من المرجعيات. وإذا استمرت هذه عندي إحساس أنه الشعب العراقي راح يخرج على المرجعيات، سكوتها على ما جرى، تسترها على هذه المجموعات البائسة، هذه السرقات خلال 17 سنة، هذا النهب، هذا المشروع المدمر، ماكو مستقبل بالعراق أخي أستاذ محمد. يعني المواطن من طالع من ضيمة ويريد بس يعيش بكرامة ويريد وطن، طالعات هذن البنات يطالبن بأنه نحن بناتك يا وطن، وطالعين هالشباب، وشوف الأطفال المدارس هذه كلها مؤشرات، شعارهم أغلب على إيران وعلى إماعات إيران، وعلنا ويعرفون أنه لولا أنه لا زالت هذه الميليشيات وعندها سلطة، ولا صورة من صور قادة إيران خميني وخامنئي وغيره ترفع في شوارع العراق، لأنه شعب العراق اليوم عرف حجم الجريمة والنكبة اللي ارتكبوها هؤلاء الفاسدين بحق هذا الشعب المظلوم. وهذا الضحك، روحوا انتخبوا، روحوا 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 روحوا، وفي كل حالة وفي كل مرة ينخدع الشعب العراقي. اليوم بعد ما ينخدع، اليوم هذا الشعب سيغير هذه المجموعات لا محالة. نعم سيد بهجت، يعني معروف أن يعني هذا الفشل الآن في تشكيل حكومة وانعكاس ثورة التشييد والإصرار الشبابي في الساحة على رفض أي مشروع يقدم من قبل الحكومة، ومعروف أنه حتى على مستوى البيت السياسي الداخلي فشلوا في إعطاء التفويض أو التسمية لرئيس الوزراء باعتبار هذه التضاربات المحاصصية. طبعا الخطر محيط في هذه الأحزاب، هل يمكن أن تتنازل عن المحاصصة الطائفية لممكن أن تمرر الأمور لمرحلة؟ ما أصور هذه المجموعة يعني عايشة على المحاصصة وأتريد هذا يستمر، ولكن الشعب العراقي سيزيل هذه المجموعة. ولهذا دائما كنت أدعو رفع المكانس مع العلم، نعم. لازم تصل الرسالة في شوارع العراق، لأنه بالمناسبة عندي وقت فراغ أكنس هذه التجمعات والوساخة وأوصل رسالة، نعم. أكثر من هذا أخي محمد، اليوم هذه المجموعات شو يريدون؟ ما لأنه يرجعون يحاولون يبنون ويعيدون ويأخذون ثقة، لا، العملية لعب على الوقت. كانوا يصورون بالشتاء وبرد والناس راح تبطل وتنسي، والآن يمكن هم بعضهم مصور أنه ها ممكن كورونا ويخوف الشعب العراقي. نعم. هؤلاء أخطر من الكورونا، لأنه صار لهم 17 سنة مستمرين بهذا المشروع. هذا المشروع ما قدم شيء للشعب العراقي، نعم. لكل أبناء الشعب العراقي، بعدين ولا واحد من عندهم يزاود الآن ويحاول أنه يستغل فرصة ويوصل رسالة أنه هو مع الثورة. هذه المجموعة بائسة، يجب محاسبتها، ويجب إعادة الأموال المسروقة حتى يرجع الشعب العراقي يعيد نفسه. وهذه المجموعات انفضحت الآن أمام الشعب العراقي. يعني أخي محمد، تصور هؤلاء بعد عندهم يعني عندهم إمكانية يفكرون أنه يرجعون يستمرون بالحكم بعد كل هذا اللي جرى على في شوارع العراق؟ كيف هي إجراءات
كيف تقرأ إجراءات السلطة في العراق بمواجهة هذا المرض الذي ممكن يتحول إلى وباء؟ أنه أغلب الدول حفاظا على مواطنيها تعاملت بحزم تجاه هذا الموضوع، أنه منعت دخول المواطنين البلدان التي فيها ينتشر في هذه المرض. العراق أو السلطة في بغداد لحد الآن لم تمنع دخول المسافرين الإيرانيين إلى العراق. يا أخي تواطؤ وجريمة، نعم، تضاف إلى الجرائم اللي ارتكبت خلال 17 سنة. هذه كارثة بحق الشعب العراقي. يعرفون البلد، الأمريكان ترى بلغوا قبل 3 أشهر أنه إيران موبوءة، نعم، والرسائل واصلة إلى القيادات الكردية بالإقليم وواصلة إلى العراقيين. لكن هؤلاء الإماعات يعملون من أجل أن يربطون العراق بإيران، يعني مو أنه نعم. تبقى، فلهذا ما قدروا يتخذون قرار وإلى اليوم، ولهذا هم مسؤولين أمام الله والمرجعية ستحاسب، لأنه كانت أيضا تعلم أنه هذا الوباء منتشر. الآن يا سيدي هذه الحكومة ما يهمها الشعب العراقي، أنا أقول لك إياها، ولا يهتمون ولا سائلين. ولهذا يعني شوف الحدود فالتون، وأنه إلى اليوم الظاهر أكو صفقات يعني من حشيشة وتهريب ومخضر يريدون يغلقوها بعد يومين. هم يعرفون أنه هناك وباء منتشر في تصور الحكومة الإيرانية تقول في كل الأقاليم، يعني في كل المحافظات. زين أنتم ما تخجلون؟ وإلى حد الآن أكو بحدود 20 إلى 30 ألف عراقي، والآن راح تجيبوهم وأنت شايف الوضع العراقي؟ شايف المحاجر العراقية؟ شفناها من خلال صور، مي ما عندهم، ويجيب الجهاز يحطه بالقصة على أساس أنه عليك بالعباس أنه أنت عندك حرارة؟ قال له لا ما عندي حرارة. قال له زين أخي أستاذ محمد، للأمانة إذا يأخذ حبايتين باراسيتول أو أسبرين قبل ما يجي للحدود يحط الجهاز، ما راح يقيس الحرارة. فهذه رسالة إلى كل هؤلاء الآن دي يحاولون أنه من يعني يوم 13 الأولى أن يحتجز المسافر إلى فترة أكثر أبداً من يومين. أي واحد جاي من إيران ممنوع يدخل العراق في المنطقة الحدودية، يحجز لأسبوعين. معمم عقال أفندي مرى رجال، لأنه هذه محنة ومأساة إذا انتشر هذا المرض. إذا انتشر هذا المرض في العراق، العراق ما عنده إمكانية صحية. هو المرض دوخ إيران ودوخ الصين ودوخ دول أوروبية. إحنا شعدنا ذولا شنو اللي قدموا للشعب العراقي خلال 17 سنة؟ شكرا لك، حياك الله. شكرا لك الناشط السياسي العراقي بهجة الكردي على هذا الحوار، شكرا لك. أعزائي المشاهدين شكرا لكم، حتى ألتقيكم في تغطية خاصة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.